لا يزيدني إلا فخرا بأنني قد قبلت في هذه الرحلة، رحلة الاتحاد. فهذا يزيد الطلبة وجميع المشاركين في هذه الرحلة تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الهوية الوطنية من حيث المعالم في دولة الإمارات المهمة، والتي تزيد الاهتمام لجميع السياحين في خارج الدولة وداخل الدولة. أيضا تم قبولي في هذه الرحلة من خلال شخصيتي القيادية وحس المسؤولية لدي، وأيضا لباقة الحديث، وأيضا من إنجازاتي الكثيرة، ومنها أنني سفيرة الابتكار لدولة الإمارات ومثلت دولة الإمارات في نيويورك. الحمد لله جسست المقابلة وتم اختياري بناء على شخصيتي القوية ومواهبي الفريدة. أحب الإلقاء وأحب الشعر وشخصيتي وايد قوية، وأحب أني أتعاون مع الناس وأشارك في كل شيء. أحب أني أجرب أشياء جديدة وأستفيد من كل تجربة خضتها في حياتي، وأكيد تجربة مسيرة الاتحاد تجربة وايد مميزة. اليوم زرنا قصر الوطن وكانت تجربة وايد حلوة، لأني تعرفت على تفاصيل دقيقة جدا، تعرفت على الفايدة من كل تصميم ومن كل لون، أكيد ألوان القصر وتصاميمه المميزة والزخارف اللي فيه. مال رحلة الاتحاد أنا اختاروني لأن أول شيء عندي تعدد في اللغات، أتكلم إنجليزي وعربي وفرنسي وبداية صيني. واليوم نحن في قصر الوطن اللي كان اسمه قبل قصر آسيا الجديد، فتح في 2017. اكتشفت أماكن جديدة، اكتشفت معلومات جديدة، زرت أماكن يعني ما سرت لها قبل. سلمت على الشيخ هزاع بن طحنون، يعني حصلت اشياء ما قبل، يعني ما سويتها قبل، ولا يعني صرت اماكن ما صرت لها قبل. والله يوفق الجميع ان شاء الله، ونبيض الوجه ونفرح شيوخنا ان شاء الله.